هذا المتخبط محمد مصطفى عبد القادر نبغضه في الله. نحن والله كنا نحب محبة والله لا يعلم بها إلا الله تعالى. والله إن ذكروا اسمه نفرح، اسمه زاين ذكروا يتذكر كشفه للتوحيد وبيانه وكدي، وزول يسطع يبين فجأة تخبط عجيب. صحابة بجنبه مما أتكلم في الصحابة، زول ده تاني ما كسب عافية بك كل يوم، لأنه ده الخط حمر ده لو جبت أعلم أهل الأرض يتكلم فيهم تاني بتخبط كدي زي تخبطك انت. قال زليناك نحن يا محمد مصطفى. محمد مصطفى زمان لما نقول كلمة ما بيرجع بسايل، لكن احنا كذي بس وقولها ملانا بعدلنا. أسي يقول الحلقة الأخيرة، بكرة تاني يجيب الإعادة بتاعتها تاني يجيب الحلقة البعض يجي يتكلم. أنا لن أرد بعد ذلك على هؤلاء الشباب العصبجية. واتصل بي بعض تلامذتي وأخبروني أنهم سيتولون هذا الأمر كأيوب موسى. وإني بعد أن أتكلم عنهم ما عدا أيام تلامذة ذات الورطو وأصلوا لمسألة السلطة. واحد مرقى زحى بعيد أيوب، والثاني مرقى في السعودية صلاح جودة وجراجع تاني والله. وتلامذتي وبعد هذا يتولون هذا الأمر. بعد فترة تاني جرجع رجع رد عليهم وكفرهم عديل. قال كفار هذا المرتد قبلية كان يدافع عن هؤلاء تلامذتي، ولما ردوا على هذا التنظيم وكذي وتلامذتي يقول محمد مصطفى مرة في ديوان في مبدع، ديوان واحد من أخواننا بقول لابن تيمية اسمه أحمد المصطفى في الديوان اتكلم اتونسنا. بعد جينا نمرق والله أنا متذكرة بشكلها شكلته شكله هيئته محمد مصطفى. احنا مجموعة كنا، قال الشباب ديل ما بزوكتو لو علي باطل ما بزوكتو، قال وقال لو أنا ذاتي بردوا علي. قال وفعلا أسي ردوا عليك لأنك تخبطت في مسألة الصحابة. ومما تكلم في الصحابة تاني بقى شنو بقى زي الزول الجاري بموتر وخشطين ودايس فرامل موتر بقى كده ويبقى جاي ويسوي الزول ده بقى كده. والله انت عارف ليه؟ الجندي قال بيمثل الحاكم بكرة يا معالي الوزير وأرد على معالي الوزير، وجاب أغاني. أنا قبل الغنية دي جبت الكلام ده، أنا صاحب ذاته ببغضه في الله. الحود ده طلع صوفي تابع للصائم دي، ما نبغضه في الله والغنية نبغضها في الله. أنا جبت ستارا بزول ما جبناها بمسيغة، داك جاب له حاجات سفيها وفي النهاية بقول للوزير ديل ديل ما تكشف عليهم ديل ما توقفهم. أنا ما دار أشتت الكلام ده خليه براه كده. يا أخي محمد مصطفى كان الزول في مجلس خاص ما بيذكره، الزول يدار يتكلم في محمد مصطفى في أسلوب ساي تحت السرير ويضارب الملاية تحت السرير. في زول ما في زول انت عارف محمد مصطفى ده الليلة ما كان يقول كده. أسي وين تحت السرير؟ أسي ينقص فوق راس البيت ويسمي عليه وكان جلاف في بالطريق. محمد مصطفى كلامه باطل والله، كان يرد على زول خلاص كأنه الزول بينتهي كأنه وما عنده أي شيء. أسي بقى يرد يرد عليك يا دوب ترتفع، يقول الزول ده نجيض عشان كذا يرد عليه والله. يرد عليك الله بيرفعك. هذول توب لربك انت برضو، انت يا محمد مصطفى توب. تباري ديل بيورطوك يا هذول. رئيس الجماعة أبعد شوية قال لك راح انت يا اللي بتقول رئيس الجماعة محمد مصطفى راح شغال توف توف ان قال لك راح. ها رايك شنو بتمش تخالفه؟ تقدر تخالفه يا زول؟ شغله جاي طه نستهتر به ونشت ما خايفين منه، وتكلم فينا احنا خايفين من زول؟ شغله دي لله تعالى. والله الله اللي بيرفعك، تكون على السنه بيرفعك، لسانك معوج يرفعك، لسانك معوج شفتها تمسك بالقلم بس يتكلم كلماتك دي فر تلخبط البلد جد تلخبط الملخبطين يعني ولا يبترتبون. من دعا الى هدى
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.